جدران ملونة مهدمة وبقايا حياة كانت تسكن هنا يوما ما، مقابل بضع كلمات يوزع الموتى والدمار من خلالها على أحياء وشوارع مدينة تعز. هي أبلغ صورة تعبر عما حدث ويحدث في هذه المدينة، وإن كانت الصور المتتابعة منها لا تقبل التأويل بغير كلمات تصف حجم الدمار فيها. تتقاطع الحرب مع الحياة في تعز، فحين يكون شعار ميليشيا الحوثي بقرب منزل مهدم لأحد المدنيين في تعز، عندها فقط تستطيع معرفة الرابط بين هذا الدمار والميليشيا. ببساطة المسبب لكل هذا الدمار قذائف أطلقتها جماعة الحوثي صوب أحياء سكنية كانت تعج بالناس وأصبحت اليوم خراب. جولة واحدة في الأرجاء تكفي لإظهار وجه الحرب المؤلم عبر بقايا مساكن كانت تحتضن ساكنيها وتحولت لأطلال. مهجورة هذه الأحياء السكنية إلا من مقاومين ما تزال أقدامهم تطأها للدفاع عما تبقى فيها ومنها، يحاولون صد هجمات الميليشيا وإنقاذ تعز، يرابطون في جبهات القتال دون تراجع. أما الأحياء مثل صالة، ثعبات، الجحملية والجمهوري وغيرها الكثير صارت تتشابه كثيرا حين غابت الملامح عنها وبقي الدمار فقط ليجمع بينها.